انتوا سامعيني كويس؟ بس انا داخل علشان اقول لكم حاجات هتعملوها وهطلع، مش هقدر اكمل المحاضرة، معلش متدمر خالص. الله يسلمكم يا جماعة، الله يسلم. ف الله يشفيكم، ربنا يخليكم يا رب، ربنا يخليكم. فأنا بس كده هقول لكم ايه اللي هنحطه على الصفحة ان شاء الله اليومين اللي جايين، بالذات الناس اللي متابعة قوي الموضوع. ثواني يا جماعة هاجيلكوا تاني، معلش. طيب عامة البوردة دي فيها زي ما انتم شايفين الأسئلة دي بخصوص الدرس التالت، يمكن السؤال الأول صعب شوية علشان انتوا لسه ما خدتوش كل حاجة فيه، فهنضطر نأجل ومش هيتحل، لأن الأرقام احنا لسه ما اديناش أرقام جامد يعني. فإن شاء الله المحاضرة الجاية هنديكوا الأرقام، مش من 1 لـ10 بقى والكلام ده، لا الأرقام من ال10 آلاف وال100 ألف وكده، إن شاء الله دي هنديها لكم المحاضرة الجاية. بعد كده معلش الصوت راح. حد سامعني دلوقتي يا جماعة؟ ماشي. طيب زي ما شرحت من شوية، أنا قلت مش عارف، يمكن الناس اللي لسه حاضرة دلوقتي، أنا قلت إن أنا معلش هعتذر على إلقاء المحاضرة عشان ميت من التعب شوية. هعرفكم بس إيه الجو. كل الناس الناس اللي متابعة معايا بقى لها فترة إن شاء الله. زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، الأرقام انتوا لسه ما خدتوهاش بشكل كامل، فده رقم واحد ده هنسيبه.
رقم 2 ده واجب سهل مفيهوش مشكلة، احنا خدنا كوري وخدنا كونو، يا ترى دي هتبقى ايه ودي هتبقى ايه؟ اذا علمتوا ان دي كوتشيرا ودي كونو ودي كوري، دي هتبقى ايه؟ خلاص. واذا علمت ان في رقم 2 هنكتب صنو، هتبقى 5 ايه وستة ايه وواحد ايه، اذا علمت دي حاجات كده من هذا القبيل يعني. بالنسبة لرقم 2 هتحط البارتيكل المناسب، فمثلا بقول هنا واتاشي بحط ايه، بعدين يا مدى ديس بحط و، فهنا عايزين نكمل بالارتيكل المناسب، المفروض ان انتوا درستوا الكلام ده في الدرس من بداية الدروس الاول والتاني والتالت، فياريت تحط البارتيكل المناسب. هندخل في السؤال بعد كده، بيعمل لود بس. بعد كده هنحط السؤال، هنحط الكلمة المناسبة، يعني مثلا هنا انو كاتوا دوناتس كاميرا ساندس، من هذا الشخص؟ انه ميلا، كاميرا كاميرا اولي بوا بين قوسين ديسكا لك سانجايدس، يعني دو، ف فين مكان بقى الكاميرا؟ ايه الحاجة المناسبة اللي هنحطها بين القوسين؟ اخر سؤال في الدرس الثالث هيبقى تكون جملة صحيحة، تكون جملة صحيحة، عندك كلمات تكون فيها جملة صحيحة. لما تيجي تبعتولي هتبعتولي هتكتبوا، يعني لما تبعتولي الاجابات هتكتبوا الحل يعني، وتبعتوها لي بالميل الشخص، بس الناس اللي هتبقى مهتمه هي اللي هتبعت، الناس اللي مش هتعرف تجاوب مش هتبعت حاجه. هتكتب مثلا 5 و/1، هفهم منها ان انتي بتتكلمي على، لا بس تكتبي سوري معلش، هتكتبه هتبقى بالطريقه دي 3 مثلا 5 1، وده معناه الدرس الثالث رقم الدرس الثالث السؤال رقم 5 1، وده عشان في دروس في كمان حاجات للدرس الدرس الرابع. الصورة دي ان شاء الله هنزلها النهاردة بالليل على الفيسبوك، ف يعني يبقى خدوها وحلوا وابعتي لي الحلول. ده الدرس رقم 4. احنا خدنا الوقت المرة اللي فاتت بعت على الايميل بتاعي يعني. ده الدرس رقم 4 خدناه المرة اللي فاتت، احنا خدنا الوقت لو تفتكروا الوقت خدناه المرة اللي فاتت. بتمنى ان انتوا تكونوا ذاكرتوه وحفظتوه. هنا برضو ده التاريخ، بس احنا لسه ما خدناش التاريخ، فالسؤال ده رقم 2 ده تقدروا تسيبوه يعني. احنا لا احنا يا رب خدنا التاريخ، خدنا التاريخ
خدنا الايام الايام وخدناهم بالكانجي لو تفتكروا. فمين هنا يفتكر معايا ان احنا خدنا الارقام الايام بالكانجي؟ خدنا الايام بالظبط. فبالتالي لو كنت حافظ هتعرف تطلع ده يوم ايه وهتقول عليه ايه هنا إيه. يعني مثلا يوم واحد في شهر 3 واحد مارس، بجيب هنا كتبت ان ده يوم ايه، يوم سيوبي، يوم الاربعاء، خلاص ان ده الاربعاء. معلش ثواني، تفضل يا كابتن. ايه السؤال؟ الأسئلة دي أنا هحطها على الصفحة بتاعة الفيسبوك. تمام، إن شاء الله هنزلها النهاردة بالليل. تمام. السؤال التاني ده في الدرس رقم 4 أنا شايف إنه سهل. بعد كده نخش على السؤال الثالث. برضو السؤال الثالث هيبقى عبارة عن particles. يا ترى ايه البارتيكلز اللي هنحطها؟ هنا اداك مثال على كوريوا نيهون نو جيدوشا ديس انوشتوا داري ديسكا. هنا بنحط وهنا ما بنحطش. يبقى في ممكن نحط particle وممكن ما نحطش particle. ناخد بالنا من السؤال ده كويس. بعد كده فاهمين لغاية دلوقتي الدنيا هتمشي ازاي؟ طيب تمام جدا. علاء الدين، هقول لك دلوقتي الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. حضرتك تقدر تدخل وتتابع في التابس اللي موجودة هناك. معلش حطيت لك الصفحة. بعد كده السؤال رقم 4 و5 برضو أسئلة مش صعبة أوي. هو عايز يقول إن ده بيفتح من الساعة كام للساعة كام، وده بيفتح من الساعة كام للساعة كام. وإذا علمتوا اللي هنا التواريخ، فوديك مثلا مثال رقم 1 بتقول إن هو مثلا يامادو بيجيتس كان و جوجي كارا يوجي مادي ديس ياسومي واسو يوبي ديس. فأنتوا هتمشوا بالشكل ده، طبق كل واحدة من دول، هتطبق كل واحدة بنفس المثال. فيا ترى هتطبقوا ازاي؟ اتمنى بقى ان انتوا تسدوا حالكم. هنا برضو بتجاوب على السؤال دايجا كوا جوجيني وري ماسكا هاي وري ماس، يعني الجامعة بتخلص الساعة 5. ايوه بتخلص الساعة 5. فهنا بيديك هتجاوب بايه، بلأ او نعم، لا او نعم. فانت بتقول لا، اكيد لا يعني معناها بتنفي. فأتمنى إن أنتوا تعرفوا تجاوبوا على الأسئلة دي.
آخر حاجة كنت شوية وليد آخر حاجة برضو شوف احنا اللي بنعمل السؤال، فأتمنى ان انتوا تعرفوا تجاوبوا برضو على السؤال ده كويس جدا. شتو ميتريزان كومبوا でね、ちょっと調子が悪くて、今日、まあ、今度の宿題を説明してやって、まあ、説明してて、今回の、授業を注視するということになりますので、ごめんね、今回は。ありがとうございます。انا طبعا دلوقتي كنت بكلم واحد اسمه ميتسوي from Japan. He's a Japanese guy. وشرحت له ان انا بس تعبان النهارده، فبشرح له كل واجب بتاع المره الجايه، وهدخل بقى انام شويه علشان متدمر. فهنا سؤال احنا اللي هنعمله، فايه اداة السؤال او ايه هي الكلمة المفتاحية للسؤال اللي هنحطها. فالله يسلمك يا نصر، خلاص. فاتمنى ان انتوا تحلوا السؤال، يعني تكونوا مذاكرين كويس قبل ما تحلوا السؤال. رقم 7 ده بيسأل هنا، بيقول مثلا انا تانو كونيوا يما رانجي ديسكا، الساعة كام في بلدك دلوقتي؟ كيو انا يوبي ديسكا، يعني النهاردة يوم ايه؟ انا تانو كونينو يوبين كيوكو وا اسا رانجي كارا ديسكا، يعني البيت البيت بتاعكو بيشتغل الصبح الساعة كام، من الصبح الساعة كام. بعدين كينو رقم 4 كينو نوبا نانجي ما تبين كيو شماشتكا، امبارح بالليل اشتغل او ذاكرت للساعة، ذاكرت للساعة كام. اتمنى ان انتوا تجاوبوا على الاسئلة دي كلها وتبعتوها لي باي ميل على وورد فايل، على اي حاجة، يعني اكسل شيت، اي حاجة اللي انتوا عايزين تبعتوا لي على الايميل بتاع. حد عنده سؤال من المرة اللي فاتت عايز يسأله؟ شكرا يا دعم يا فني، شكرا دكتور ياسمين. يا جماعة قلتوا ايه؟ هل في حد عنده سؤال قبل ما، بس انا عايز برضو اسأل، يعني انا عايز اقول حاجة. هو المشكلة هنا لو حد كان ممكن يعمل print screen لكل الكلام ده، مش عارف، اكيد ما حدش عمل الكلام ده. ماشي، طيب. لا خلاص، ازاي دي بعدين بقى كمل ان شاء الله. لازم تستخدمي يوريو. يعني ما تحاوليش تلعبي في الجملة قوي يعني، تمام. طيب ما
اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضرة الجاية. ومعلش انا بعتذر مرة تانية على اني عطلتكم، بس برضو كنت لازم ادخل اشرح لكم الواجب. ان شاء الله ده هيتحط النهاردة، على لو عشت هحط بتاع ده النهاردة كده على الصفحة. والمحاضرة الجاية ان شاء الله هنتعلق، هنجاوب الاسئلة دي، وهنشوف مين اللي هيجاوبهم صح. انا ايميلي موجود على الصفحة، ايميلي موجود على السلوجن بتاع الصفحة او شعار الصفحة، هكتبه برضو. معلش، هي اسلام فتحي مش فاستحي، فتحي. Thank you very much متسوي-san. هاي ناسو تشاو، ありがとうございます。では皆さん、これで終わりますので、النهارده هخلص. ف معلش الواجب بقى قدامكم الاسبوع كله تحلو فيه، ومحدش يغش من اي حد ياباني سمعني يا كبكب ده. مين اصلا شكوداي وجنبت كوداساي؟ شكوداي، احنا هناخد حاجه النهارده اسمها الشكوداي، يعني الواجب. شكوداي ماشي، او في طريقه تانيه بنكتب بيها؟ خلاص شكو داي، ربنا يخليك يا كاريتشا. يلا، شكرا دعم الفني ملتقى داي، معلش تعبتكم معايا النهارده. يا ريت نحل الواجب كلنا، وان شاء الله نلتقي المحاضره الجايه هعلمكم الارقام. في انا اسئله قلت لكم سيبوها مش لازم تتحل، علشان هي صعبه شويه عليكم. فالاسبوع الجاي هناخد الارقام وهناخد التاريخ الايام، يعني زي نقول واحد 1 مارس، 2 مارس، 3 مارس، وازاي نعد الايام، لان دي عمليه صعبه شويه ومختلفه شويه، فلازم تتحفظ. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.